في انتظار طي صفحة الخلاف الدبلوماسي مع الرباط، كيستأنف بيدرو شانسيز رئيس الحكومة الإسباني زيارات الخارجية هذا الأسبوع مجموعة من الدول الإفريقية من بينها مصر، كينيا، جنوب إفريقيا، دون أن يحظى المغرب بزيارة من قبل رئيس الحكومة الإسبانية. وبطبيعة الحال بعد التوقف الاضطراري بسبب حالة الطوارئ الصحية يعود النشاط الدبلوماسي الإسباني، حيث من المرتقب أن يسافر الاشتراكي بيدرو شانسيز إلى إفريقيا في جولة هي الثانية من نوعها استهلها بمصر، بينما يغيب المغرب عن هذا البرنامج الدبلوماسي. ويبحث رئيس الحكومة الإسباني عن حلفاء جدد بعد المشاكل مع المغرب والولايات المتحدة، تمثل الأزمة مع المغرب وفشل إدارة بايدن كتلا ثقيلة في سياساتها الخارجية كما أكدت مصادر إسبانية. ويتوخى شانسيز مضاعفة وجوده في البلدان الأفريقية التي يتواجد فيها المغرب، ويسعى للحصول على الدعم من أوروبا الشرقية في مواجهة الهجرة. من طبيعة الحال تعتبر إسبانيا الشريك التجاري الأول للرباط، كما أن المغرب هو أول زبون لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ويشكل المغاربة أكبر جالية في إسبانيا، حيث يبلغ عددهم ما يقارب من 1,000,000 شخص، ويوجد في المغرب أكثر شبكة لمعهد سيرفانتيس. ولا تريد مدريد إطالة أمد الأزمة مع الرباط، فهي تخشى وقوع ارتدادات جديدة في ظل تشبث المغرب بالحصول على تفسيرات بشأن قضية إبراهيم غالي، ورغبة الرباط كذلك في حسم موضوع الصحراء وعدم ترك أي فرصة للإسبان للمناورة في هذا الموضوع. من طبيعة الحال وصول حزب بوديموس إلى الحكم شكل واحد رجة كبرى على مستوى العلاقات الخارجية الإسبانية، وأن هذا الحزب الراديكالي أثر بشكل كبير على العلاقات المغربية الإسبانية. من طبيعة الحال أن هذه الزيارة التي يقوم بها بيدرو شانسيز كتشمل ركائز القارة الإفريقية، وبالتالي فهو يسعى إلى تعويض المغرب ضمن خارطة تحالفات جديدة في المنطقة، وأن الأزمة مع الرباط غادي تكون طويلة بالنظر إلى استمرار حكومة بيدرو شانسيز في الحكم. مدريد من طبيعة الحال تسعى إلى ملء الفراغ الذي تركه المغرب على مستوى علاقاتها مع إفريقيا، وأن هذا التوجه يفسر رغبة الحكومة الإسبانية توجه جديد في احتواء نفوذ المغرب المتزايد في إفريقيا، على اعتبار أن المغرب يعتبر قوة إقليمية في المنطقة وفي إفريقيا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.